طيب بدي اياكي تحاولي تتذكري شو صار معك باليوم اللي ضعتي فيه. كان يوم عيد ميلاد مارتا، وانتي تركتي البيت مع ابوكي، وبعدين رحنا على بيت تيتا رفيقة مارتا. رحتوا على بيت تيتا رفيقة مارتا مشان تعملوا الفيديو؟ هي كانت هديتي لأختي بعيد ميلادها. وبعدين شو صار؟ متذكرة شو عملتي كمان؟ بعدين مرقنا على مدرسة الرقص. وشو اللي صار بعد ما خلصتوه؟